أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين ماضية في تنفيذ خطط رفع المستوى مستويات البنية التحتية وجودتها ومواصلة العمل على تطويرها، وذلك لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشار معاليه لدى تفقده مشروع تطوير شارع الفاتح إلى تسخير كافة الجهود لتعزيز التنسيق والتكامل فيما بين الوزارات والهيئات الحكومية الخدمية ذات العلاقة بهدف تسريع وتيرة الإنجاز على نحو يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية المحققة لأولويات وأهداف برنامج الحكومة 2023-2026 وتوجهات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بما يدعم التنمية الشاملة وأبعادها المختلفة ويحقق النمو الاقتصادي المستدام ويجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ويشجعه على أن يتخذ من المملكة مقرا لأعماله ومنطلقا منها نحو العالم لخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين في كافة المجالات. وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة يرافقه سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وسعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال وبحضور سعادة السيد سلطان بن عبد الرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية وعدد من المسؤولين، قد شهد صباح اليوم الافتتاح المرحلي لنفق شارع الفاتح الواقع عند تقاطعه مع شارعي أوال وبني عتبة تقاطع جامع الفاتح، والذي يعد أحد العناصر الرئيسية لمشروع تطوير هذا الشارع الحيوي الممول ضمن برنامج التنمية الخليجي من الصندوق السعودي للتنمية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 35 مليون دينار بحريني. وخلال الزيارة التفقدية للمشروع اطلع معاليه على شرح مفصل من أعمال تطوير شارع الفاتح الذي وصلت نسبة الإنجاز الكلي فيه إلى 75%، في حين بلغت نسبة إنجاز أعمال النفق ما نسبته 87% بافتتاحه المرحلي اليوم. وفي هذا الصدد أثنى معاليه على الدور الذي تقوم به وزارة الأشغال في تطوير البنية التحتية والتقدم الملحوظ في وتيرة تنفيذ مشاريعها، لا سيما مشروع تطوير شارع الفاتح الذي يجري تنفيذه وفق أعلى معايير الدقة مع مراعاة انسيابية الحركة المرورية على هذا الشارع الاستراتيجي وقت الإنشاء، الذي سيعمل باكتماله على تخفيف الازدحامات على شبكة الطرق الواقعة في قلب العاصمة المنامة لخدمة المناطق الاستثمارية والسياحية المحاذية، معربا معاليه في الوقت نفسه عن شكره للشركات الاستشارية والمنفذة للمشروع. من جانبه أعرب سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال عن بلغ الشكر والامتنان لمعالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله بتفقد مشروع تطوير شارع الفاتح، الأمر الذي يجسد الدعم اللامحدود الذي توليه الحكومة للارتقاء بمستويات البنية التحتية. إلى ذلك قال سعادة السيد سلطان بن عبد الرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية إن مشروع تطوير شارع الفاتح يعد أحد المشروعات التي يدعم تمويلها الصندوق ضمن برنامج التنمية الخليجي، وذلك انطلاقا من دعم تطوير البنية التحتية في البحرين وبما يحقق الاستدامة والنمو الاقتصادي للإسهام في تنمية قطاع النقل والمواصلات. يأتي تطوير شارع الفاتح ضمن مجموعة من المشاريع لتطوير البنى التحتية وفقا لبرنامج الحكومة الذي يأتي ترجمة لتطلعات ورؤى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله، وتسعى الحكومة بقيادة سمو الأمير الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتطبيق هذه المشاريع وتنفيذها في جميع مناطق وشبكة الطرق في البحرين. اليوم في هذا الموقع نشهد الافتتاح الجزئي للنفق كمرحلة ثالثة، شهدنا في المراحل السابقة افتتاح
افتتاح الدوران العكسي في نهاية العام الماضي في ديسمبر كمرحلة أولى، ومن ثم في أبريل الماضي شهدنا أيضا افتتاح الجسر الأحادي لالتفاف يسارا إلى شارع الأمير سعود الفيصل. اليوم أيضا نشهد في هذه المرحلة أيضا كمرحلة ثالثة، والذي أخذت فيه كسياسة لتنفيذ هذا المشروع بالافتتاح التنفيذ والافتتاح المرحلي، كل ما تنتهي مرحلة يتم افتتاحها، والهدف من كل هذا انسيابية الحركة المرورية أثناء تنفيذ المشروع، والذي يشهد حقيقة هذا الشارع يعني حركة مرورية مزدحمة لما يتمتع به من كل المواقع المهمة على هذا الشارع. سعدت اليوم بتواجدي في بلدي الثاني مملكة البحرين الشقيقة، وذلك المشاركة في الافتتاح الجزئي لمشروع تطوير شارع الفاتح الذي يأتي بتمويل من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية للإسهام في دعم تطوير البنية التحتية بما يحقق الاستدامة والنمو الاقتصادي وتشجيع وجذب الاستثمار إن شاء الله في البحرين. يهدف هذا المشروع إلى تسهيل انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الازدحام والاختناق المروري على شبكة الطرق في البحرين، كما يعمل الصندوق السعودي للتنمية على تعزيز الجهود القائمة مع وزارة الأشغال البحرينية في سبيل إنجاز أعمال هذا المشروع الحيوي الذي يعد شريان رئيسي في شبكة النقل والمواصلات في مملكة البحرين الشقيقة، لتصل الطاقة الاستيعابية للشارع الفاتح بما يزيد عن 60% من الطاقة الحالية ليصل إلى 140 ألف مركبة يومياً.